رئيس مجلس نواب الشعب، أعتقد وأنك مع أنك باش تعترف وأنك أخطأت، أعتقد وأنك لم تفهم العربية الفصحى للسيد رئيس الجمهورية عندما قال لك إن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل وفي الخارج، على خاطر تنفذ في أجندات أخرى ما عندهاش علاقة بالشعب التونسي وتونس، على خاطر أنت تخدم باسمنا نحن كنواب ما عندناش علاقة باللي تعمل فيه. أنت كيف تحب تولي رئيس جمهورية وتقابل أردوغان وتحب تقابل، علاش ما ترشحتش الرئاسة أنت؟ يترشح عندك، أنت دزيت عبد الفتاح مورو مسكين، ارتحت منه باش تراي خلالك. أنت تحب أقل من 30,000 صوت تستعمل صلاحيات رئيس جمهورية عنده 3 ملايين صوت. هذه تذكرني بالقانون أنت تطبيع مع كيان صهيوني وقت الجماعة العروفاتكم كانوا موجودين غديك وانت موجود تدس في النواب نتاعك. انا ادعو حركة النهضة، هذا الشيخ لم يعد يليق بمجلس النواب، اعطونا واحد اخر ونوعدوكم انه ما نحوش للنهضة الرئاسة. هذا استعمركم انتم ماهوش مستعمر تونس، هذا استعمركم انتم قاطيع ليه، نحن رانا احرار. بوين هزوا سلاح ضد فرنسا؟ هذا عميل لفرنسا، هذا عميل لتركيا، هذا عميل لقطر. ما املي معايا معايا وفي ايديا سلاح، مصدر جاهز وامشي وامشي نبكي بعد الكلام، وكل ما غيرك ايدك اولا ووحدك واقول حي 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 على الفلاح، حي 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 على الفلاح. قلت املي معايا معايا وفي ايديا سلاح، مصدر جاهز وامشي.